مطورين ألعاب الفيديو دائماً بيحطوا أشياء أو ألغاز مخفية في ألعابهم ما بتكون ظاهرة لجميع اللاعبين، فقط اللاعبين الفضوليين اللي بيركزوا على أصغر التفاصيل ممكن يكتشفوا هالألغاز. بعض هالألغاز بتكون أشياء عادية نفس سلاح مخفي، غرفة سرية أو شيء من هالكلام، بس أحياناً بتكون أشياء جداً غريبة وما بتخطر على بال أي أحد. فبهالفيديو جايب لكم أغرب 10 ألغاز بتاريخ ألعاب الفيديو الجزء الثاني، فيلا خلنا نبدأ. قبل أن نبدأ حاب أعلن عن الفائز بآخر giveaway على $500 وكان على آخر فيديوهين توب 10 وهذه حسابات الفائزين معنا، إن شاء الله ألف مبروك. والgiveaway الشهري الجديد على $500 ورح يكون عنا فائزين. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو. وهذا الفيديو برعاية لعبة Rise of Kingdom. هل بتحب التاريخ؟ يعني تحب تتعلم عن الحضارات القديمة نفس الحضارة العربية أو الرومانية مثلا، وكمان بنفس الوقت بتحب ألعاب الاستراتيجية؟ إذا نعم فلازم تحمل لعبة Rise of Kingdom. تعرفوني أني أحب ألعاب الاستراتيجية، ولعبة Rise of Kingdom هي من أفضل ألعاب الاستراتيجية واللي مبنية على أحداث تاريخية حقيقية. وفي اللعبة رح تقاتل في معارك ضخمة وتقدر تشوف الجنود كيف قاعدين يقاتلوا بشكل مباشر، وفي اللعبة تقدر تلعب ضد أصدقائك أو تكون تحالفات معهم لأن في ملايين اللاعبين أونلاين بساحات المعركة في اللعبة، فتحتاج تكون تحالفات وتلعب بذكاء عشان تفوز. واللعبة فيها 13 حضارة قديمة، منهم الحضارة الرومانية، العربية، الفايكينج والحضارة المصرية القديمة، وجميع الحضارات مبنيين على تاريخهم الحقيقي. كل حضارة عندها قائد، جنود، أسلحة وستايل خاص فيها. مثلا الحضارة العربية قائدها الظاهر بيبرز. واللعبة فيها طور جديد اسمه أرك أوف أوسايرس، في 60 لاعب بيتقسموا على فريقين وبيلعبوا ضد بعض في خريطة جديدة بأجواء مصرية قديمة رائعة. ورايز اوف كينجدوم موجودة حاليا على البي سي مع طريقة تحكم أفضل وشاشة أكبر لتجربة رهيبة، وعدد تحميلات اللعبة فوق 100 مليون. فحملها الآن من الرابط الموجود بالوصف عشان تدعم قناتي وعشان تشق طريقك بين ملايين الاستراتيجيات. ويلا خلنا نبدأ بالفيديو. طيب خلنا نبدأ بالمرتبة العاشرة مع لغز يعتبر من أفضل الألغاز في لعبة باتل فيلد. في شهر 4 بعام 2015 نزل ماب جديد في لعبة باتل فيلد 4. في نفس يوم نزول الماب أحد مطورين اللعبة حط هذه الصورة على تويتر، ما حد فهم المعنى من هالصورة، بس بعدها بيوم كتب تغريدة فيها رقم 969، فاللاعبين وقتها عرفوا أنه الموضوع فيه لغز. بعدين أحد اللاعبين انتبه أنه في الماب الجديد لو وقفت على جزيرة وصوبت بالسنايبر على محطة الراديو فرح تطلع المسافة 969 بالضبط، فعرفوا وقتها انه محطة الراديو مهمة للغز، فصاروا يبحثوا في محطة الراديو ولقوا مكتوب على احد الحيطان رقم 1015، ولما نجمعه مع 969 رح يعطينا رقم 1984. فصاروا اللاعبين يبحثوا اذا في اي شيء مهم الى علاقة بهذا الرقم. واحد منهم اكتشف انه نزل ألبوم غنائي لفرقة موسيقية مشهورة اسمها ماتاليكا عام 1984، أي نفس الرقم، وكان اسم الألبوم Ride the Lightning أو اركب صاعقة الكهرباء. والماب الجديد بيتغير فيه الجو بنصف الجيم، وأول ما يتغير بتضرب صاعقة كهرباء على أحد توربينات الهواء في الماب، فاستوعبوا أنه لازم أحد اللاعبين يوقف فوق التوربين وينضرب من الصاعقة ويموت لأنه هذا اسم الألبوم الغنائي. بعد ما يموت ويعيش رح يلاقي أحد الجزر في خريطة عليها طيور بغبغاء، لازم يروح عليها ويوقف فوق الشجرة اللي عليها الطيور، بعدين رح يلاقي حواليه في البحر في كرة ضوء لونها أبيض، لازم يطلق عليها بسلاح السنايبر ورح يصير هذا الشيء. رح يطلع سمك قرش ضخم بنص البحر وجميع اللاعبين بالسيرفر رح يشوفوه، وبس سوي هاللغز رح يعطيك سكن حصري جدا رهيب في اللعبة. في المرتبة التاسعة عنا لغز لعبة هيتمان 3. أظن معظمكم بيعرف ألعاب هيتمان، بس اللي ما بيعرفها فهي بكل بساطة إنك بتلعب بقاتل مأجور وفي عمليات قتل واغتيال لازم تسويها، وأحداث اللعبة واقعية غالبا ما فيها أي شيء خيال، وأجواءها جدية
عادية كثير، يعني ما فيها ضحك أو استهبال. بس اللغز اللي راح أورجيكم إياه الآن عكس كل الكلام اللي تكلمت عن اللعبة. في إحدى المهمات في لعبة هيتمان 3 بتكون متخفي بأحد المكاتب عشان تقتل واحد، بس راح تلاقي في خزنة موجودة وتقدر تفتحها. لو حطيت رقم 1989 فراح تفتح الخزنة وراح تلاقي بداخلها هالقطعة. خذ القطعة واطلع برا المكتب وبرا المكان وروح للغابة، وهناك راح تلاقي في كرسي غريب، حط عليه القطعة وراح تشوف هذا الشيء. Don't trust anyone. You are on your own. You always were. And you always will be. Have you ever tasted bug? It's very, very good. بكل صراحة فرس النهر قاعد يقول حكم ومواعظ جدا مهمة ولازم تنفذوها بحياتكم. أوكي، بعيدا عن المزاح، هذا من أكثر الألغاز الغريبة في لعبة هيتمان. في المرتبة الثامنة عنا لغز جدا غريب في لعبة تريبانك 2. هذه اللعبة شوتينج بمنظور الشخص الأول، ونظام اللعب والأكشن في اللعبة جدا رهيب. طيب، قبل أن نتكلم عن اللغز اللي في اللعبة، أظن معظمكم بيعرف الباك رومز، واللي هي قصة خيالية انتشرت على الإنترنت. ومختصر القصة إنه في واحد صار معاه جليتش في الحياة الحقيقية وكأنه بلعبة فيديو، وفجأة لقى حاله صار بمكان غريب اسمه الباك رومز، واللي هو منطقة مكاتب لونها أصفر ما فيها إلا أنت ومخلوقات ثانية مخيفة. وهالقصة الخيالية صارت ترند وانتشرت بالإنترنت بشكل جدا كبير، لدرجة انه في واحد مسوي فيديو عنها في اليوتيوب جاب 40 مليون مشاهدة. طيب خلنا نرجع للغز في لعبة تريبانك 2. في احد المراحل في اللعبة راح تلاقي هذا الباب، والغريب انه هذا الباب لو مشيت عليه راح تقدر تدخله وتعديه بدون ما ينفتح اصلا، يعني كأنه جليتش في اللعبة، وبس تدخل من الباب راح تشوف هذا الشيء. صار معاك جليتش نفس القصة الخيالية ودخلت في الباك رومز، وراح تضل محبوس في هالمنطقة، ما تقدر ترجع لورا وتطلع، وحتى لو حاولت تطلع برا المهمة فاللعبة ما راح تسمح لك. الحل الوحيد عشان تطلع منها هو انك تسكر اللعبة بالكامل. في المرتبة السابعة عنا لغز لعبة في داخل لعبة ثانية. اللغز راح يخليك تلعب لعبة مشهورة في داخل لعبة ثانية، الحين راح تفهموا أكثر. اللغز في لعبة Just Cause 4، لعبة أكشن ومغامرات جدا مجنونة، واللعبة بنظام العالم المفتوح، بس خريطة اللعبة جدا ضخمة. حجم العالم في اللعبة يساوي قد 5 أضعاف عالم لعبة GTA V. المهم لما تروح على شرق الخريطة وتروح على قمة أعلى الجبال يلي موجودة في اللعبة، فرح تشوف هذا الوعاء، واللي أظن معظمكم عرفه أو شافه قبل. هذا الوعاء من لعبة Getting Over It. هاللعبة تعتبر من أصعب الألعاب الموجودة في العالم، وتكلمت عنها كثير بفيديوهات توب 10 قديمة. والشيء المجنون تقدر تروح عند الوعاء وتلعب نسخة من لعبة Getting Over It بداخل لعبة Just Cause، حاطين نفس أسلوب اللعبة بالضبط. وبس تختم المرحلة يلي حاطينها لك في اللغز، راح تقدر إنك تكمل لعبة Just Cause تتنقل بعالمها باستعمال هذا الوعاء وبنفس نظام اللعب. شيء جدا مجنون. في المرتبة السادسة عنا لغز في لعبة Call of Duty Modern Warfare. طبعا في آخر فيديو ألغاز سويته ذكرت لغز الدبدوب الغريب يلي موجود في ألعاب Modern Warfare، واللي منلاقيه في عدة أماكن غريبة في اللعبة. بس طلع مو بس الدبدوب الشيء الغريب في Modern Warfare، لا، في عنا فيران كمان. في أحد مابات الأونلاين في اللعبة راح تلاقي في فخ للفئران متوزع على 5 أماكن في الماب، لازم تطلق عليهم بالسلاح كلهم، ولما تطلق على آخر واحد راح يتحول إلى قطعة جبنة. خذ القطعة وبعدين لازم تدور على الجبنة الكبيرة وتحط القطعة فيها، بعد كذا خذ الجبنة بالكامل وروح على التمثال يلي موجود بنصف الماب وحط الجبنة، وراح تشوف هذا المنظر. ايه
ايش المعنى من هاللغز؟ ما عندي اي فكرة. ليش هاللغز موجود بلعبة حرب واقعية؟ ما ادري. بس هل اللغز ممتع؟ اي صراحة، بالذات لو قدرت تسويه في جيم اونلاين وفاجأت جميع اللاعبين بهالفيران. في المرتبة الخامسة عنا لغز جدا غريب ومخيف وفوق كذا بلعبة رعب، اللي هي لعبة سوما. سوما هي لعبة رعب نفسي، بتكون محبوس في مكان بتسيطر عليه الآلات وبتحاول تقتلك، وقصة اللعبة جدا قوية. احيانا شخصيتك في اللعبة بيجيله فلاش باك او ذكريات من الماضي، وبيتذكر كيف كان عايش حياة جميلة مع حبيبته قبل لا ينحبس بهذا المكان. بس في هذه الذكريات اللعبة ما بتخليك تشوف وجه حبيبة البطل أبدا، ما تقدر تشوفها إلا من ورا. بس بما أن اللعبة موجودة على الكمبيوتر أو البي سي، فبيقدروا اللاعبين بكل بساطة يدخلوا على ملفات اللعبة ويهكروها ويصيروا يتحكموا باللعبة على راحتهم. واحد اللاعبين سوى كذا بالضبط، وباستعمال هكر وقف في اللعبة وحرك الكاميرا عشان يروح ويشوف وجه حبيبة البطل، وهذا اللي شايفه مثل ما شايفين قدامكم، عبارة عن دود قاعد يتحرك، شيء جدا غريب وجدا مخيف. طبعا مصممين اللعبة صمموها كذا بالعمد، لأنهم بيعرفوا في ناس رح يهكروا ملفات اللعبة وبدهم يفاجئوهم بهالمنظر المقزز. في المرتبة الرابعة عنا لغز جدا مضحك في لعبة الزومبي والرعب داينج لايت. أظن معظمكم بيعرف لعبة داينج لايت، تكلمت عنها كثير في القناة قبل، مليئة بالزومبيز في كل مكان، وأجواء وقصة اللعبة مخيفة نوعا ما. بس هذا اللغز اللي رح أورجيكم إياه بيخلي أجواء اللعبة كوميدية. في أحد المهمات في اللعبة رح تقابل شخص ورح يطلب منك إنك تجي معاه وتحميه، امشي وراه، ولما توصل لهذه المنطقة اسحب عليه وادخل بهذا المبنى ورح تلاقي في بوكس كهرباء، افتحه وشغله وراح تشوف هذا الشيء. اي مثل ما شفتوا، الزومبيز لما يكونوا لوحدهم وما في بشر حواليهم بيحبوا يرقصوا على موسيقى هندية. طبعا هذا اللغز بلعبة داينج لايت الجزء الاول، نزل جزء ثاني للعبة هذه السنة وفي لغز جدا مشابه. في عالم اللعبة بالجزء الجديد راح تلاقي في ملعب كرة قدم صغير، لازم تضرب الكرة وتخليها تدخل بالجول 9 مرات ورا بعض وراح تشوف هذا المنظر. إيه، لسبب ما الزومبيز بهاللعبة بيحبوا الموسيقى الهندية. في المرتبة الثالثة عنا لغز في لعبة ستار وورز باتل فرونت 2. هذه اللعبة من تطوير استوديو دايس، فاللعبة راح تلاقيها شبيهة في ألعاب باتل فيلد لأن نفس المطور. فاللعبة أونلاين، بيلعبوا فريقين ضد بعض، ونظام اللعب شوتينج بس بأسلحة ليزر من ستار وورز. طيب خلنا نتكلم عن اللغز الرهيب اللي في اللعبة. في أحد الخرائط في اللعبة راح تلاقي مكتوب على الحيط هذا الكلام، بس هذا الكلام مكتوب بلغة موجودة بأفلام ستار وورز، وعشاق السلسلة قدروا يترجموا هاللغة ويفهموها. لما نترجم هالكلام رح يعطينا جملة القرصان مخبي شيء. بعدين لما تروح على القلعة يلي في الخريطة، في أحد الغرف في صورة قرصان، اطلق عليها ورح تنزل عملة حديدية. خذ العملة واطلع برا القلعة ورح تلاقي في 3 أجهزة فينك تحط فيهم العملة، وبس تحطها رح تلاقي 3 أنوار قدامك. الأول راح ينور 5 مرات، الثاني ما راح ينور أبدا، والثالث راح ينور مرة واحدة، يعني 5-0-1. وهذا الرقم هو رقم فرقة بستار وورز اسمها ليجن، وعلم هذه الفرقة تقدر تلاقيه موجود في القلعة. فأرجع عند القلعة وروح عند العلم وراح تلاقي في وراء صخرة مخفية تقدر تضغطها، اضغطها وبعدين انزل لآخر طابق في القلعة وراح تلاقي في غرفة سرية تقدر تدخل عليها، وأول ما تدخلها راح يعطوك سكن حصري لك في اللعبة. وفي الغرفة راح تلاقي صورة للمطورين اللي اشتغلوا على اللعبة، وفي كثير ألغاز ثانية من أفلام ستار وورز. في المرتبة الثانية عنا لغز في لعبة The Witcher 3. لعبة The Witcher 3 تعتبر من أفضل ألعاب اللي نزلت على الإطلاق،
واللعبة فيها كثير ألغاز رهيبة اكتشفوها اللاعبين. واللعبة نزلت بعام 2015، بس في شهر 3 من هالسنة، أي بعد 7 سنوات من نزول اللعبة، أحد مطورين اللعبة كتب على تويتر إنه لسه في لغز بلعبة The Witcher إلى الآن ما حد اكتشفه. فلاعبين The Witcher أول ما سمعوا هالكلام بدأوا بالبحث على طول، وبعد عدة أسابيع أحد اليوتيوبر اكتشف اللغز، وصدقوني جدا مجنون. في أحد المهمات في اللعبة بيكون في وحدة عليها لعنة بتخلي شكلها مثل الطيور، ومهمتك في اللعبة تساعدها تشيل اللعنة، بس بتخبرها إنه لو شلت اللعنة راح تموتي بعد 7 سنوات. Positive, you want to do this, you'll probably also only have 7 years left to live. 7 years free of the stigma of being a freak, a monster. 7 years of a life both true and unfettered. Yes, Geralt, I'm certain I wish to do it. وفعلا بتشيل عنها اللعنة وبيرجع شكلها طبيعي، وبتقدر تشوفها بعدين في اللعبة عايشة حياة طبيعية. طيب وين اللغز بالموضوع؟ لو فعلا رجعت لها بعد 7 سنوات في وقت اللعبة، فراح تلاقيها ماتت فعلا، وسبع سنوات بوقت اللعبة يساوي 170 يوم لعب حقيقي. وللمعلومية في لعبة The Witcher راح تقابل مئات الشخصيات وتساعدهم بعدة أشياء، وهذه فقط شخصية فرعية في اللعبة. فشي جدا رهيب كيف إنهم مركزين على أدق التفاصيل في اللعبة. ومطور اللعبة أكد بعدين على تويتر إنه هذا فعلا آخر لغز في اللعبة. في المرتبة الأولى عنا لغز في لعبة ماينكرافت ما اكتشفوه إلا بعد نزول اللعبة ب10 سنوات. بكل صراحة نقدر نسميه فضول أكثر من لغز. من أول ما نزلت لعبة ماينكرافت ولمدى 7 سنوات بعد نزولها، كانت هذه القائمة اللي في اللعبة، وورا القائمة في صورة من عالم لعبة ماينكرافت بس الصورة مغبشة. المهم في لاعب اسمه توم لاسكو كان وده يشوف هالصورة بدون الغباش، ويبي يعرف وين مكان هالصورة في لعبة ماينكرافت. أولا عشان يشوف الصورة واضحة دخل بملفات اللعبة وقدر يلاقي الصورة واضحة تماما، وحاليا وده يعرف هالصورة وين موجودة في اللعبة، بس هذا الشيء جدا صعب لأنه حجم ومساحة عالم لعبة ماينكرافت جدا ضخم، لدرجة انه اكبر من مساحة الكرة الارضية بالحقيقة ب7 اضعاف. فاذا وده يدخل اللعبة ويقعد يدور بشكل طبيعي فراح ياخذ 1,000,000 سنة وما راح يلاقي المكان. فقرر يكون فريق من 6 اشخاص كلهم بروغرامر عشان يلاقوا المكان، وهالفريق صنعوا برنامج راح يساعدهم يلاقوا هالمكان. بس البرنامج محتاج تحط فيه مدخلات انه اشياء معينة في العالم عشان يدور عليها، فكان لازم يلاقوا شيء مميز بهالصورة عشان البرنامج يبدأ البحث. وأول شيء لقوه هو شكل الحشيش بهالمنطقة، له شكل مميز، فحطوه بالبرنامج وعطاهم 281 تريليون احتمال، واللي هو رقم جدا ضخم وما يقدر البرنامج يدور فيه. بعدين انتبهوا انه لون الحشيش بماينكرافت بيختلف بشكل بسيط من منطقة لمنطقة، فحطوا لون الحشيش بهالمنطقة بالبرنامج وقلت الاحتمالات الى 90 مليار، بس لسه رقم كبير. بعدين انتبهوا انه بالصورة في حاجز بين العشب والرمل، فضافوا هالمعلومة للبرنامج وقلل الرقم الى 11 مليون احتمال. وقتها كان الرقم كويس وفي انه البرنامج يبدأ البحث، بس كانوا محتاجين قوة كمبيوتر عشان البرنامج يشتغل، فعملوا موقع فينهم الناس يدخلوا فيه ويستعملوا كمبيوتراتهم عشان تشغل البرنامج، ومئات الناس دخلوا عشان يساعدوا، وفعلا خلال ايام قليلة البرنامج لقى المكان بالضبط يلي فيه صورة القائمة في لعبة ماينكرافت. وهذه احداثيات المكان قدامكم، اي واحد فينا يحطها حاليا في ماينكرافت واللعبة راح توديه على صورة القائمة في اللعبة. شيء جدا مجنون، وبيورجيه كيف ان اللاعبين فينهم يحققوا اي شيء اذا حطوا تركيزهم فيه. هي يا شباب هالفيديو لليوم، اتمنى يكون عجبكم. اتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات ايش افضل لغز ذكرتها بهالفيديو بالنسبة لك. وقبل لنهي بس حاب اذكر شيكوا موقع ROG موجود بالوصف عشان تلاقوا عروض رهيبة على لابتوبات جيمينج. ويلا مع السلامة.